احتجزت ميليشيات الحوثي بميناء الحديدة أكثر من 326 حاوية تحمل مساعدات إنسانية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي ضمن مسلسل إعاقة أعمال الإغاثة. وتشمل الحاويات أدوية للأمراض المزمنة ومكملات غذائية وزيوت ومواد غذائية. وكان برنامج الأغذية العالمي قد اتهم الحوثيين أكثر من مناسبة بنهب مساعدات الفقراء وتسخيرها لصالح متنفذين داخل الجماعة.